ايمن زروق، اهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بالجميع في سبور بلس. بدايه اسبوع سعيده موافقه للجميع. حلقه الاثنين 10 افريل 2023، كالعاده نرجع على اهم واخر الاخبار والمستجدات الرياضيه في تونس وفي العالم وكذلك في مختلف الرياضات. تحيه كبيره لكل متابعينا ولكل مستمعينا. نحكيوا على وزاره الداخليه اللي ترفض طلب لعب مقابلات دور نصف نهائي لكاس تونس بعد موعد الافطار. تفاصيل ما جاء في الاجتماع الامني قبيله شويه في ولايه بن عروس. نحكي بطبيعة على مباراة النادي الافريقي والأولمبي البيجي ومباراة الترجي والملعب التونسي. نحكي على كلاسيكو وقمة الجولة الثانية من بلاي اوف البطولة، الاتحاد المنسيري والترجي 1-1. عودة بكل تفاصيل على المقابلة، تفاصيل فنية التكتيكية الحالات التحكيمية وكل ما جاء كذلك في الندوة الصحفية. وباش نمشيو كذلك بعد شوية إلى قاعة الجورجاني وما يحدث في مباراة النادي الافريقي ونجم الراتسي. برشا أحداث عنف قاعدة صايرة في قاعة الجورجيني. بعد شوي يكون معنا قيس بنينة في المباشر. مرحبا بكم في سبورت بلس. تحية لكل فريق الإعداد، خليل في الإخراج، غادة علوي في العمل الصحفي، تحية لأمين في الكوميونيتي مانجر والسيت ويب، وكذلك تحية لأصدقائنا في الإف إم تي في إيهاب وبقية الشلة. وسعيد جدا كذلك بوجوده معي في الاستوديو، ثلاثي من الوزن الثقيل كما وكيفا بقيادة سمير السليمي. أهلا وسهلا، مرحبا سمير. مرحبا، أهلا بك، تحية لك زروق، وليد، مجدي، عمار، الاستاذ، الناس كل اللي معنا في الجروب، لي تكنيسيان، الاخراج، الدنيا كل، اعداد الدنيا كل، مرحبا بهم، مرحبا بالساده المستمعين. وبدينا الجمعه بالعنف وي، مرحبا بك، ختمناها بالعنف. نستير كلوب في الباسكيت، ختمناها بالعنف وبديناها بالعنف. وي، مرحبا بك ماجد راوي، كذلك ترافقنا، مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا ايمن، مرحبا سمير، مرحبا وليد، عمار الماتر، بيان سور الاخرين اللي معنا الكل، كيف كيف مستمعين اف ام ومشاهدين اف ام تي في. مرحبا، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. عندنا برشا تكتيك باش نحكيو فيه معاك بعد شويه سي مجدي التراوي، انت والاخ سمير السليم، وكذلك رافقنا الاخ وليد قرفاله، اخصائي الاخبار والاحصائيات والكواليس وسكوبات ويكليكس الكره التونسيه. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا ايمن، مرحبا بك، مرحبا بسمره، مرحبا بمجدي، تحيه لعمار، تحيه للاستاذ فتحي المولدي، تحيه للمستمعين والناس اللي قاعدين يشاهدوا فينا كسو على اف ام تي في ولا الشين نتاعنا على اليوتيوب. انطلق السوبر بلاي اوف في كرة السلة وانطلقت معه اعمال العنف التي اصبحت الخبز اليومي. مباراة النادي الافريقي والنجم الراتسي كارثة تحدث حاليا في الجورجاني. موجود معنا قيس بنينة على عين المكان، مرحبا قيس، اهلا وسهلا. مش مباراة الحقيقة، الجهاز في وسط الصالة وصعب في وسط الصالة في وسط الصالة كبيرة، لكن مثل تحت المقابلة وتأكد من كل الجهاز في وسط الصالة في وسط الصالة في مرعنا قيس تسمع فيا ولا ايه؟ قيس ثم اشكال في الصوت، يفضلك اذا كنت تستعمل في كيت بلوتوث كنت نجم تنحيه، والا كنت نجم تلقى بلاصه خاطر بحذاك ريح على ما يبدو، كنت نجم تلقى هكا خير برشا، هكا خير برشا قيس. وي ايمن، وما قالت تفضلك ربما غاز كثيف وسط الصاله حتى بعد ما رجعوا للمغرب، ثم مره اخرى رجعوا وسط الساحه لتسهيله المباراه، مره اخرى رجعنا الى استعمال كثيف مره اخرى للغاز، ومره هذه ما كانش غاز فقط، ثم يعني ترشق ما بين الامن والجماهير ومما حصل تدافع على المحيط الحديد اللي هبط من الرساله، مش من الجماهير، من الجمهور القاعه، وانهار التدافع الحديدي، وكيف ما صار انه تدافع خلى الجماهير، مجموعه كبيره من الجماهير في حق بعضها في نص الصاله، وكان ثم سيارات الحمايه المدنيه
قاعده تتوجه لساعه الشيخي، يعني حتى كنت نقول لك اخبار يعني من المقابله من فتره شي تواصل بعد التعليق ويرجعوا اللعبه لل باش ترجع المقابله رغم اللي صار الكل. هذه المعلومات اللي عندنا انه باش يرجع المقابله تلعب بعد شويه ويسلو، لكن باي روح باش نجم يلعبوا من عبيد النادي الافريقي حتى تستنوا جماهيرهم. يعني تترك انا قدامي تو انا قدامي واحد من جماهير النادي الافريقي يعني يمشي يعكد من الشيء اللي صار وقاعد موجود في قاعه الجورجاني. الحقيقه مشهد يخوف والله العظيم يخوف. عمرنا ما السبب الاساسي شنو قيس بنينه؟ شنو شنو البوان دو ديبار؟ شنو مناوشات بين الامن والجماهير كالعاده؟ يعني لازم نعرف شنو الاسباب. احنا كنا لاقيين المقابله ماشيه 5-5 جميع النادي الافريقي كما ما معودتنا، يعني النادي الافريقي في قاعه الجرجاني تلقاها تحت فمه الجرجاني فجأة تحس شفتنا احنا قوي الدنيا الكل تلبس والجهاز يعني من يمين ومن يسار حتى بعض من الفريق يحاولوا انهم يمشوا يحلوا السيرك اللي تكون مسموحه تطلع في صوت المدنيه، يعني حاولوا يحلوا الشبابك الموجوده على المحيط على القاعه من الداخل، ولكن زفت واحد كبير معناتها كميه كبيره من الجهاز اللي معناتها ما تخليش المقابله تمشي كيف ما يلزمها كثير. فهمت ان حتى المماثلات يعني تعودنا عليها حتى الاسبوع اللي صار البارح في تسكيت ساعة الزواوي وحتى بعد مقابلة الترجي والاتحاد المصري جرح ايرادي، يعني الامنيين حتى معنا احنا يتعاملوا معنا بس وما يخليناش يطوروا يخليناش نسمعوا على روحنا. حتى انا توا داخل من الصاله في ليكا كانوا جوج عوائل اللي كانوا البارح يعني عاملين معنا ما خلونيش نخدموا ما خلونيش نعملوا تصريحات كان حد كيفاش وعلاش تصوروا وعلاش يعني ما عندناش ما عندناش الحق نعملوا في حتى حتى منهم بيعيش البارح قال لي اش بيك تخزرني، يعني كان تعدى القانون يعني تاع الشغل الامني تاع 10 سنين راني انا تو موجود معك. قيس فقط خلينا نكمل معك المداخله، قلت لي صار تدافع على مستوى الحاجز الحديدي اللي يفصل بين الجرادان والباركي نتاع الصاله، صار تدافع يخي جمهور تحفق بعضه، يعني حاجه خطيره برش. يفضلك ثماشي ثم اصابات ثم حالات ثم جرحى على ما يبدو على خاطر ثم جرحى ثم جرحى ثم جرحى ثم جرحى وانا تنحاول توا نبعث لك الفيديو فيديو قصير الحقيقه يوقف شويه. اي ابعث لنا يفضلك يا قيس نكملوا مداخله ابعث لي هي بتعرف انت الامور خلينا نعديهم الفيديو يفضلك. يعطيك صحة قيس بنينة فريمون تسمع في لي زومبولونس وتقول اللعبة بالحق في الفلوجة معناتها صفيرات الإنذار وي وي وليت شو هو اللي صار؟ خلينا نبدأ واضحين معناتها اللي صار انه اليوم سمير الجماهير تاع الجمعيات خاصة جماهير ترجي ونادي الافريقي قاعدة تشعر فما ظلم قاعد مسلط على الجماهير تاع الكرة في تونس وهالظلم هذا قاعد يمشي ويزيد. معناتها اللي صار ديرنييرمون انه المقابلات في الليل ما تتلعبش ما نعرفوش علاش ما تتلعبش معناتها المقابلات في الليل معناتها هالقانون تاع الداخليه هذايا اللي طبق فيه كان علينا نحن لانه قدام الكاف وقدام الاتحاد العربي وقت اللي يفرضوا باش المقابلات تتلعب في الليل سيكو تتلعب في الليل معناتها الداخليه كان علينا نحن كان على الجامعه التونسيه لكره قدم وكان على الرابطه. يبدو انه الجماهير بعد ما سمعت بالقرار انه المقابله باش تدور في النهار كانت فما مشاحنات اللي هو الاجتماع الامني اللي صار اليوم صار اليوم قالوا لي انه كان وقت اللي صارت بعض المشاحنات بين الامن والجمهور كانوا يصوروا في الجماهير مباشره معناتها يقف قدامك سمير ويصور يصوروا في اعضاء المجموعات باش ربما من بعد تصير ايقافات وتصير حاجات من نوع هذاك. الجماهير اكيد انها ما تقبلتش الشيء هذا يقول لك فاش قام تصور فيا علاش تصور فيا وانا جاي شجع في جمعيتي. صار يبدو انه صار اللي صار وشاهدناه الكل وصور جاتنا ديجا وكا احنا باش نعديوها تو بعد شويه اي تو بعد شويه لقطات الحقيقه تفجع 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 وين ماشيين بالحاله هذه وين ماشيين العلاقه بين وزاره الداخليه اللي صمت معناتها ما عادش نسمعوا على الاقل قبل كنا نسمعوا شكون من وزاره الداخليه يتدخل ويحكينا ويحكي معنا ويعطينا بعض المعطيات اليوم كول ولا تير قرنك القرارات هذيك هي القرارات مسقطه وتتقبلوها ما عندكمش حل اخر معناتها واليوم تنجم تكون استراتيجيه زاده هاو الجماهير هذه اللي تحبوها تحضر في الليل او في النهار شنو تعمل ينجم يكون دونك فما بعض الاستفزازات باش يوريو الجماهير تاع الكره والجماهير تاع الرياضه في تونس شنو تنجم تعمل ولو
كرة السلة راهو زاد هذاك موضوع آخر ربما تو نرجعوا له اللي صاير زاد في موضوع كرة السلة موضوع كبير برشا. هم الفيديوهات قاعدين في الـ FM TV تو بعد شوية باش نرجعوا أكثر تفاصيل فقط نمشيو لأخبار الطرقات ونرجعوا باش نحكيو زاد في نفس الإطار اللي اليوم صباح وزارة الداخلية الأمن رسميا يرفض في الاجتماع الأمني اللي صار اليوم الخاص بمباراة الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي ومباراة الترجي والملعب التونسي لعب المقابلات بعد الافطار. عودة بأكثر تفاصيل على الموضوع هذايا ويصب في بعض خاطر سمير نشوفوا التوا تصور اللي قاعدة هذايا مباشر من قاعة الجورجاني هذوما الأحداث هذوما الصور الخاصة ب EFM اللي قاعد جينا من قاعة الجورجاني في مباراة النادي الإفريقي وكذلك المقابلة بعد شيء هذا ما كبير النجم الراتسي كيفاش باش ينجموا يرجعوا كيفاش أنتوكا هذا معنا وتو نرجعوا له بعد شوية إن شاء الله بأكثر تفاصيل. نمشوا لأخبار الطرق تنفو ترافيك مع إريج وراجعين بعد شوية نكملوا حصتنا في سبور بلس على EFM أحلى غاديو. أهلا وسهلا مرحبا من جديد في سبور بلس. إذن بعد شوية باش نحكيو على مباراة الترجي والاتحاد الرياضي المناصيري لكن مكملين في الأكتواليتي دو جور نحكيو على وزارة الداخلية اللي ترفض طلب لعب مقابلة دور نصف نهائي كأس تونس بعد موعد الإفطار. نربطهم بالأحداث اللي نحكيو عليهم كنا نحكيو عليهم قبيلة شوية في ملعب في قاعة الجورجاني سمير غاز مسيل الدموع في وسط الصالة تكررت هذه الأحداث وقاعدة تتكرر كل مرة نحن نعاودوا نحكيو على نفس الموضوع. على ما يبدو موقف وزارة الداخلية من لعب من الرياضة بشكل عام ما واضح ما فيهش نقاش وتو اعمل المداخله نتاعك وتنقول لك كيفاش نحن محاولاتنا باش نجمنا ناخذوا طرف من وزاره الداخليه محاوله مستحيله محاوله مستحيله ومضحكه مع التعامل مع الجانب الاعلامي مع لاتاشي دو بريس تاع وزاره الداخليه لي زارغومون معناتها تنقول لكم معناها فازي سمير. هو في علاقه وهي الحكايه ذي قديمه شويه في علاقه بين الأمني والرياضي وعلاقة الأمنيين بربما تأمين المباريات الرياضية أو الأحداث الرياضية حكاية طويلة حكاية عندها توا سنوات حتى من قبل الثورة وانت جاي ولكن تفاقمت الحكاية هذه. الأمني من ناحيته يقول لك أنا يا أخي جو سخون والإمكانيات ما تسمحش كونه نجم نأمن مباريات فيها 30 و40 ألف وشنو اللي وفرته لي أنت كدولة من إمكانيات معناها من فلوس من كذا من موتيفاسيون من ليبريم على خاطر الأمني راه يمشي الستة متاع الصباح يروح يوصل للدار وكي دفع ماتش كبير دربي ولا غيره يقول لك شنو اللي وفرته لي أنت هاك الرونفور يتحول من تونس إلى سوسة ولا القفصة ولا الغيره هذاك الكل بحساب. هذه من ناحية الأمنية بطبيعة الحال وكل إنسان يلزم يعبر عن موقف في المقابل كذلك من حق الجماهير الرياضية بطبيعة الحال أنها تواكب الأحداث الرياضية في ظروف طيبة. الجمهور يا خويا ماتش كورة يبدا ساعتين ونص الجمهور يغل 10 متاع الصباح يلزم يخرج من دارو باش يوصل نص النهار الرادس باش ينجم يدخل والماتش يشوف 4 ونص يوصل دارو 11 ونص الليل معناها من ناحية الأمن يقول لك أنا قاعد تعب ومن ناحية الجمهور كذلك يقول لك قاعد تعب. العلاقة هذه ولدت نوعا ما من التوتر. إيش يقول لك الأمن أنا ما هيش معلومات ولكن استنتاجات يقول لك يا خويا المشكلة ما فيه أنا باش نلعب لعبهم في الليل أنا مشكل إضافي لي أنا ما غير قادر على تأمين مباريات في الليل تلعبوا في النهار. اليوم النادي الإفريقي طلب بصفة رسمية والأولمبي البيجي طلب بصفة رسمية والجامعة وافقت بصفة رسمية على أن الماتش يكون في الليل ولو أني نعرف أنا أنه الطلب تاع النادي الافريقي ومتاع بيجا وموافقه الجامعه هو حاجه سوريه للديكور ايه. انا كلوب افريكا هاني طلبت وبيجا انا كبيجا هاني طلبت وانا كجامعه هاني وافقت لكن في النهايه هما يعرفوا ان الامن ماهوش مش يوافق تو فهمت يعرفوا ان الامن ماهوش مش يوافق وبالتالي ارميوا الكوره عند وزاره الداخليه. إيش بيكي نلعبوا مقابلات البرة الأمن يوافق يا سمير؟ هذا هو الإشكال وهذه هي النقطة الأساسية في الموضوع هذا. لا المقابلات بتاع الترجي والملعب التونسي والنادي الإفريقي والأولمبي البيجي خيرات فريق وبحضور جمهور في هذا الملعب التونسي وصفر تذكرة للأولمبي البيجي خلينا نتسائلوا هذا اللي خلينا معناها باتين وأنا مشيت حتى أكثر من هذا مشيت له أكثر من هذا نحمل مسؤولية إذا كان لقدرات تصير كارثة في الملعب ومعايا ما مجدي من الأخرى قلت شيء ذايا ماتش المستير والإسبيرانس كانت لا قدر الله إن شاء الله البعيد
تصير كارثه ولا ما تصيرش. احنا عاملين وصارتش مشكله مع توغاي وقتها وعمل لي فور في الدقيقه 90 ما تنجمش تصير كارثه لا قدر الله. شكون يتحمل المسؤوليه في قانونا؟ ما يتحمل حد المسؤوليه حتى، لكن قدام ربي سبحانه، قدام ربي سبحانه كي تلعب ملاعبيه مالي ساعه ونص نتاع غرور القايله وتوا الدنيا ماشيه وتسخن راهو عيب. وما فماش قوه قاهره، زوز مباريات تاع دومي فينال كاس تونس في رادس موجودين في الليل، فما حتى قوه قاهره يعني. ويخا ناخذ راي الاتحاد الاتحاد الرياضي المنستيري في العشرين اليوم الاولانيين تاع رمضان سمير، لعب في كاس افريقيا ولعب في الكاس العربية. أي. المقابلات تقريبا نتاعو الكل العشية في الليل، خلينا نقولوا معناتها كسر لهم الريتم. التمارين نتاعو الكل تدور في الليل، جاي من اللي يروح من جدة المقابلة اللي يلعبها ولا يدرب مع المدي ساعة ونص. وحكي عليه الموضوع هذا عماد بن يونس، هو راهو مجدن كي يستانس بحاجه مجدي تدريبات في الليل واحد من بعد باش ترجع راهو مش معقول. مش انا عشت الحكايه هذيك كلاعب وكمدرب كذلك، ومجدي مؤكدا وعاشها. حتى كان معظم المدربين حتى كان تلعب في النهار راهم يدربوا في الليل، يقول لك انا نستنزف الطاقات في لونترينمون في النهار، نجي نهار الماتش نلقى ما فما شيء اوما راني في الليل يا رسول الله، ويجيني نهير في الجمعه نلعب فيه الماتش. وهذه ما راهو موجود. فقط حاولنا نتصلوا بوزارة الداخلية باعتبار هي طرف الرئيسي مش طرف من بين الأطراف، هي فسرونا علاش ما تحبوش الإجابة على الأسف. نقعدوا نحن تو عنا شهر نعودوا في نفس الحكاية باش نقعدوا نحكيو، يجيونا وزارة الداخلية. سيد فكر بودي اللي هو الملحق الصحفي نتاع وزارة الداخلية ديجا تفاجأ بالموضوع، قال صار فما اجتماع أمني في باليش، شنو حكيتوا الاجتماع؟ هذه فما لجنه برا شوفوا مع اللجنه، هات انا بعث لكم النمبر لله باللجنه عملت الاجتماع الامني، ذهب ولم يعد سي فاكر، وين النمبر الله اعلم. وانتم علاش مركزين مع الموضوع هذا؟ كانك علي انا علاش يلعبوا فيه؟ خلينا نحيوا جمله الكوره، وانتم مش بكم مركزين؟ وبرا ترى شنو فهمني نتاع استهزاء اصلا نتاع انك عملت تليفوني عايف كي روحك معناه، نتاع اش بكم تحكيوا عليه؟ وش بكم مركزين على الحكايه التافهه؟ وشو هالكوره هذه وهدرا شنو؟ او يطبقوا فيه، او الكلام نتاعو معناتها فريمون تبارك الله، او يحبوا يهجوا الجماهير. معناتها نوعيه الاجابه هذا يتفهمك شنو هو تشوفي الهدف بتاع هذا راهو ينجم يكون انهم يحبوا يهزوا كل شيء بتاع نهايه العام للويكلو، ما نستغربش سمير ما نستغربش انه يحبوا يهزوها رياضات تاع القاعات مقابلات تاع بطوله في كره اليد في كره السله خاصه سخونه شويه في كره اليد وفي الكره في كره السله ينجموا يحبوا يهزوها الويكلو عادي. كي يقول لك مسؤول امني يقول لك نحيوا الكوره، ريت علاش تقولوا سياسه الدوله من الثوره خاصه واحنا ماشيين انه الرياضه ولات عجله خامسه ما عادش الناس ما عادش تحب تخدم سمير تو انت بكري سمير قلت ربما صحيح الامكانيات والدوله ولا عدو كذا فماش امكانيات ويخدموا في ما يحبوا ما عادش يحبوا يخدموا الدوله اليوم خاطر ما عادش يخافوا من الدوله خاطر الدوله عاجزه اليوم ويعرفوا ما يتعاقبوا وش ما يصير حتى سهله هذه راهي تضر مش كان الرياضه فقط فما قطاعات اخرى سي سي ستدوني نيماج نيماج بتونس خارج حدود الوطن اش معناها البطوله نتاعك والرياضه نتاعك وي كلوب معناها انت في حاله طوارئ وامنك غير مستنب وماكش قادر على حمايه معناها الواحد هذا كله راهو مش باهي خان قد مشايف الحوار نعرفك مجدي تحبش تحكي فيهم المواضيع هذوما انا بدي زاد ما نحبش نحكي في المواضيع اما هي ديما نحاول نلقى لك جانب معناتها رياضي معناها في الخبر هذا توا الترجي رياضي والنادي الافريقي والاولمبي البيجي والملعب التونسي يا سيدي تلموا بينات بعضكم واخرجوا وقولوا مانيش لاعبين. علاش يا خويا نبيل معلول يخرج البارح وليزونترينور هاوكم الصحافه تكلموا ونهار كامل ليزونترينور يشكي ويبكي على لعب مقابله يا سيدي خذوا موقف موحد وما تلعبوا شنو عنده باش يصير؟ شنو عنده باش يصير؟ ما فماش مباريات كان بعد الا بعد شقان الفطر شنو عاجب يا سيدي اتفقوا مره في حياتكم ولوني استبعد انكم انتم تحطوا ايديكم في بيدين بعضكم الاربعه الانديه اما علاش ما الذي يمنع انه يصير حاجه كيما هكا يا معناتها مجيد راه لا ما يمنع شيء ولو انه معناها ما حبش يتحل الباب نتاع المباريات بعد الافطار ولكن هذوما مثلا ديزيكسيبسيون ماتشات الكوب خليهم اكسيبسيون يا خويا على الاقل ماتشات الكوب اللي باش تلعبوا في رمضان لي دومي فينال هذوما خليهم اكسبسيون شو المشكل؟ ما مراش شنو المانع معناها حتى من بعد اللي باش يتكلم لا هاكم هذوك مباريات الكاس هاو ماناش نحلوا الباب على البطوله الكل ماناش نحلوا الباب على معناها البلاي اوف والبلاي اوت مع بعضهم لا هانا ذوما مباريات الكاس خصيصا خاطر في رمضان
هانا باش نلعبوهم في 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 في, في, في الفطار معناها بعد شقل الفطر. معناها هذه تنجم تكون حاجه استثنائيه. اذا كان ما نحبوش نمشيو في التمشي نتاع رانا كان باش نحلوا باب في الشامبيونال الجمعيه راهو الناس الكل باش ولي طالب ونحنا امنيا ما نجموش كذا كذا. اوكي نجم نفهم الباب هذا نجم نفهم ولكن ما نجمش نفهم زادا فما اربع جمعيات يلعبوا دومي فينال معناها ما عندك ماتش ما نجم معناها دو ماتش معناها دو ماتش نجم معناها يكونوا موجودين بعد الافطار الكوب معناها نجم تصير اكسبسيون في الكوب ولكن هنا مانيش قاعدين نشوفوا بالحقيقه في ولواني زاد الاكسبسيون كانت نجم تصير البارح في مباراه الاتحاد المنسي نجم تصير اي هو هنا يقول لك هو هنا يقول لك انا اذا مشيت فيها في البطوله اذا كان باش نمشي مع فريق باش نمشي مع الفرق الكل وباش نحل الباب عليا هنا بوتيتر قول ولو انه نحن حياتنا كلها وحتى سمير لعب زاد حياتنا الكل نلعبوا قبل شق الفتره وهذا مش معقول لانه تشوف الانديه الكل العربيه تلعب بعد شق الفتره حتى الريتم نتاع حتى تفرج في ماتش كوره البارح ما فماش ريتم تفرج في ماتش مستير والسبيرون في ماتش اميكال البارح معناها ما فماش ريتم حتى تنجمش تطلب من اللاعبين باش يمبوزيو ريتم وتشوف ريتم عالي وتشوف ما تنجمش اللي بدل ما يجاوبش راهو ماضي ساعه ونص امبوسيبل دونك على الاقل معناها لو كان فما بوسيبيليتي ونداء للناس معناها اللي تنجم تاخذ القرار باش ينجم يتلعب ماتش الدومي فينال اللي هما دو ماتش تاع الكلوب تاع بيجا ومتاع الاسبيرونس ومتاع ستاد تونيزيان يتلعبوا بعد شقه الفتره على الاقل الجماهير اللي باش تطلع راهي تطلع باش تتفرج في كوره وتطلع معناها ما فماش كل معناها شوف في الصيام وناس على اعصابها وتعرف انت معناها باش يصيروا المشاكل دونك ان شاء الله يلقاو الحل ويلعبوا معناها بعد 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 شقه الفتره اللي دو ماتش تاع الدومي فينال والله ان شاء الله تصير معجزه ويلقاو حل معناتها ولواني نستبعدوا حتى كان مشي تلعب ماتش في شقه الفتر نهار الاربعاء 30 سخانه مع ماضي ساعه ونص وحتى كان مشي تلعب بعد شقه الفتر هيا باهي موج 24000 اليوم عطاو جمهور نادي الفريق هاتا ومالا تو نشوفوا كيفاش سيقع التعامل الامني بين جمهور نادي الفريق والمباراه نتاع الاولمبي البيجي بعد الاحداث اللي صارت في مباراه اليوم مستحيل مش تلعب في الواحد مش تلعب في النهار في الوقت نتاعو المحدد ليه معناتها مش تاكل بعضها في النهار وحتى مش تاكل بعضها وحتى كان اربع جامعات توافقوا قالوا ما نلعبوش الكاس ما نلعبش ما نلعبش ما تلعبش ما تلعبش ما تلعبش سمير مقابله كره طايره بين نادي صفاقسي والليتوال بدات 11 تاع النهار ايوه 11 معناتها في ماش عندك ما تحكي يا سيدي هاني قلت لك الانديه راهم هما عندهم الفرصه على زوز انديه تونسيه المشاركه في الكؤوس الافريقيه تداعيات اللعب في رمضان بعد رمضان وقت اللي المباريات الحاسمه في الشامبيونز ليج وفي الكاف تشوف مدى التاثير على الروندمون تاع الملعب هذاك علاش النقاط هذوما الكل تناولناهم ووقع تداول فيهم والانديه نعتبر انه هما عندهم لافورس انهم هما يتعداوا للاكت مش نحن انا الصحفيين ولا البلاتوات ولا كذا ولا حتى انتوما لي زونترينور ولا الملاعبين كي تحكيو في لي كونفيرونس بريس يقعد هذاك الكلام داخل منا خارج من اما كي تضرب على الطاوله تقول مانيش لاعب اربعه انديه تتفاهموا مع بعضكم ما فماش كوب هاي خليها تصير فضيح خليه يصير سكوندال خلي العالم الكل يحكي ما فماش مباريات وانتهى الموضوع بيه شنو هو ما فهمتش تم حق رد معناها تشوفوا طبعا عنصر فاعل قاعد يتكلم في المباشر عنصر فاعل جدا معناها نحكي تسيت على مباراه الترجي والاتحاد الرياضي المنستيري فرص التهديف المقابله هذيا الرقم تاعنا لليوم شيفر دو جور مال التليفون جاي الوادي الوليد قال فينا فرص التهديف المقابلة هذيا تاع رجي خرج من البلاتو يجري يا وليد ارجع يا وليد يرجع يا وليد سمير نحكيو على فرص التهديف في مباراة الترجي والاتحاد المنسيري البارح نحكيو على لي زوكازيون نيت دو بوت فرص سامحة المشكل اللي هكاك برا ولا وصلوا للكاج ولا ديتير كادري فرص تهديف 5 للاتحاد المنسيري 3 للترجي الرياضي التونسي إلى ما يدل هذا الرقم سمير يدل على أنه ساعة السيطرة ما تعنيش الخطورة ترجي البوسيسيون كانت عند الاسبيرانس السيطرة على مستوى امتلاك الكرة السلبي كانت عند الاسبيرانس دوميناسيون هاو من عند مرياح التوقاي تمشي الدور على اليمين على اليسار وقت اللي توصل إلى منطقة الحقيقة 30 متر الأخرانين وقت الترجي يلقى صعوبات مش في الماتش هذا فقط ولكن في عدد كبير من المباريات ترجي رياضي ما يخلقش الفرص بعدد كافي
وهذا الكلام قلناه تو بعد ندخلوا اكثر في جوهر الموضوع. على عكس الاتحاد الرياضي المنسيري اللي عب بخطه دفاعيه محكمه، ولكن كل ما ياخذ كره الا ويمشي للبروفوندور ويمشي للمساحات اللي هو حاجته بها، وبالتالي خلق 5 فرص واضحه للتسجيل. عادي جدا انه سيطره تراجعيه، ولكن الخطوره كانت الاتحاد الرياضي المنسيري اللي افتقد الى النجاعه، واللي المهاجم نتاعو الاتحاد الرياضي المنسيري لابد نكلمه على المهاجم الاجنبي نتاعو تراوري كان نقطه الضعف الاساسيه في الاتحاد الرياضي المنسيري. تو بعد ندخل اكثر نتعمق في الموضوع هذا. الزوز اجانب نتاع المستير اللي ديما نحكيوا عليهم بالباهي في ماتش الترجي اعتبرتهم مايون فابل بالنسبه للاتحاد الرياضي المنسيري. المباراه من كذلك تعليق على نفس النقطه مجدي التراوي تبعت المقابله. الترجي لعب بالعرض، ما فماش فرص واضحه، ويتكرر هذه المباراه الاخرى، وكانه زاد طريقه لعب الترجي اصبحت واضحه ومكشوفه، مرتكزه فيها جهة كلية تقريبا على حمد الهوني وبن حميدة. في المقابل تم الضعف فادح على مستوى الجناح الأيمن، فما ديزيكيليبر واضح جدا، وأصبح كده مفتوح الترجي. إذا نفس الأمر يتكرر من مباراة إلى أخرى في الوضع الراهن وي، لأنه الكيليبر اللي كان بتتر موجود على الشيرة اليمنى كي كان البدري في فورما، لأنه البدري رجع عن سرتا مامون في فورما معناها متاع يمكن شهر شهر ونص، ومن بعد عاود طاح معناها كان فما فك البريود هذيك نتاع شهر ونص كان فما ايكيليبر، فما توازن، معناها الترجي تهاجم على شيره البدري، اهداف من شيره البدري، يسجل البدري، يخلط البدري، والهوني يصنع، معناها فما توازن اللي ما كانش موجود في الشامبيونز ليج. البدري كان غايب في مباراه الشامبيونز ليج، معناها من الماتشات الشامبيونز ليج البدري ديجا بدا يعاود يرجع في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ معناها في المي فورم نتاعو، دونك توا قاعد الشيره معناها اللي صار هي اللي تخدم اكثر، سي نورمال، لانه الهوني هو اكثر ملاعبي معناها في فورما، وهو اكثر لاعب ينجم يبيركوتي ويخرق الخطر معناها في الترجي التونسي، فماش لاعبين اخرين في غياب الفورما كما قلت لك لانيس البدري، دونك سي نورمال باش تكون معناها الجو الكل معناها اكثر الهجومات والاوفنسيف باش تكون على حمد الهوني. ولكن شوف مقابله البارحه، خليني نقول لك اللي الاتحاد الترجي معناها واجه احسن فريق موجود في البطوله، وواجه فريق يلعب ربع نهائي نتاع كاف، معناها فريق محترم جدا، وفريق عنده لاعبين على مستوى جيد جدا، وناقص ابرز عنصر في الفريق مجدي، كان مش ابرز زوز عناصر ومارو بوتيس بالمستوى هذاك، زيد عليهم اللاعبين اللي ناقصين. اي بالضبط، نكونوا واضحين بطبيعه الحال الغيابات اثروا من الفريقين الاثنين على مستوى تاع اللاعب، باش نكونوا واضحين، غيلان في وسط الميدان وهذا حكيت عليه المده الفارطه، معناها صحيح جبت على كوليبالي في الديبي نتاع الشامبيونال، يعني لانه قام بماتشوات باهين، وكان في مستوى طيب، وكان معناها الحقيقه فاعل على المستوى الدفاعي، ومعناها وعلى مستوى خاصه التوازن نتاع الفريق كان موجود، وشفناه في ماتشوات نتاع ليتوال وماتشوات صفاقس وماتشوات عدا ماتشوات كبار في اول السيزون. توا كوليبالي ماهوش كوليبالي نتاع اول السيزون، كوليبالي قاعد يخسر في نقاط، كوليبالي في خروج الكره يزمو يكون اسرع من هكا، يزمو يرجع الفورما، لانه تعرف قوه الترجي في وسط الميدان بغياب غيلان، زيد عليهم كولي، يزمو يرجع فيسع في فورما باش نجم تلعب في الشامبيونز ليج، تلعب لانكاردو فينال سمير. يزمك الملاعبين نتاعك ما يكونوش ما تخلطش باربع خمسه ملاعبيه مش في فورما، هذا المشكل الكبير، اذا تخلط باربع خمسه ملاعبيه مش في فورما معناها مشكل كبير، وهذا اشكال لازم يداركوا الترجي في اقرب وقت، لازم تدارك، لازمك تخلط باكثر لاعبين معناها في فورما، وهذا خليني نقولها بربي، وخاطر انا ما تكلمتش من قبيله معناها سامحني حتى كان في الوقت جوست باش نحب نقول، راهو الاتحاد الرياضي المنستيري والترجي التونسي راهو اكثر زوز فرق باش يتضروا في الفتره هذه في الشهر هذا، لانه لو ريتم اللي داخلين فيه ولي كومبيتيسيون اللي قاعدين يشاركوا فيها هما زوز فرق الوحيدين في تونس اللي باش يتضروا من معناها الماراثون الكبير نتاع الماتشات، يقف الضرر نتاعهم مع نهايه شهر رمضان، والا ثم دي ريبيركسيون اخرين. جبد عليها سمير، وانا موافق سمير 1000%، اللي راهو في وسط رمضان والكارثه الكبيره باش تصير بعد الريتم هذايا، راهو الملاعبيه ماهمش باش يكملوا
بنفس النسق وباش تخسر ملاعبيه على المستوى الصحي باش يضربوا ملاعبيه وعلى مستوى الفورمه الملاعبيه باش تطيح. معناها ما تنجمش راهو مهما يكون عندك الافكتيف ومعناها وخلي نحن نشوفوا معناها الافكتيف تراجي بالافكتيف اللي عندها تنجم معناها اسرتا مومون باش تتعب. خلي المستير مستير ما تنجمش اكثر دونك يا خويا والله انا نقطه باش نحكي فيها النقطه هذه نتاع الرصيد البشري الاتحاد الرياضي المناسيري لا والترجي زاد خاطر حتى نحكي فيه حتى نحكي فيه لحظه عندنا كونديكتور خلينا نحترموا عندنا دي ديكلاراسيون عندنا باش ناخذوا عندنا اربيتر باش نحكيوا عليه لحظه تصريحات ونسمع تصريحات ما بعد المقابله نبيل معلول تصريح بعد المقابله تحدث على عديد من المعطيات وكان زاد عنصر اساسي البارح تصريح نتاع نبيل معلول في الندوه الصحفيه نسمعوا له تصريح في ميكرو قيس بنينة. كثير لعبت ان تري بون ماتش نجم نقول اللي من ديبيو شامبيونا حتى لتو سي لا ميور ايكيب اللي لعبنا لها سي لا ميور مش لون دي ميور سي لا ميور ايكيب اللي لعبنا لها ايكيب بيان اون بلاس جاونا برشا فرص سورتو اون دوزيام ميتون ما نجمش نلوم على الملاعبيه نتاعي لا بروميير ميتون نتاعهم فو اللي لاعبيتنا الكلهم صايمين سي تري ديفيسيل راهو دو جوي 1h30 ملي ساعه ونص والناس صايم عندنا مو حاجه باهيه في تونس لو سول بي راه احنا اللي نلعبوا العشيه فما حتى بلاد عربيه تلعب في القايله ولا في العشيه في رمضان كان تونس احنا مسلمين اكثر منهم بونس كي لي طون الناس اللي ساهرة على الكورة معانا تفكر في الناس جو سوي با لان دي زونترونور اللي باش يجيب المال للملاعبية نتاعو ويقول له اشرب ولا ما تلعبش خاطر نهار اخر فما المولى الفوق هو اللي باش يحاسب الناس اللي تعمل في البرمجة يخموا شوية كان ما لعبوش كورة يجيونا يشاورونا يحكيو معانا نقولوا لهم كومون سا سباس يجيو يشوفوا راهو سي تري ديفيسيل وعلاش نحب نعرف علاش كان احنا في تونس نلعبوا العشية انا احنا زعما تي عندنا احسن بوليسيه احنا في العالم الاخرين يلعبوا في الليل واحنا ما نلعبوش في الليل. باهي هذا نبيل معلول تحدث على عديد من المعطيات لكن هل يوجد اشكال حراسه مرمى اليوم في الترجي الرياضي التونسي وما هي رساله معلول للجماهير؟ نسمعوا الاجابه تاع نبيل معلول على الاسئله هذه. ما عنديش رسالة مانيش موجود انا باش نعطي الرسائل خويا ما عنديش رسالة سا سي ليسبيرونس احنا قاعدين نخدموا وربي يحلم قداش قاعدين نخدموا انا انتران دو جيري ليفيكتيف اللي مش راضي ربي يهديه موجود نخدم نقول مش موجود موجود انا احنا عندنا بوبليك صعيب شوية صعيب برشا مش صعيب شوية معناها على مواندر ايرور جارديان ولا ديفونسور إلي ماتخاكي معناها وسي نورمال راهو الجارديان سي ديفيسيل بور معناها دو روتخوفي لا سيرينيتي نتاعو دو روتخوفي الكونفيونس نتاعو قاعدين نحكيو مع دبشي برشا سورتو سور لو بلان بسيكولوجيك نوريوه في معناها الحاجات اللي يلزموا يعملهم الحاجات اللي يلزموا يتفاداهم سي فري كي مانك ان بو ديكسبيريونس. هذا نبيل معلول ونكملوا زاد تصريحات مع عماد بن يونس مساعد مدرب الاتحاد الرياضي المنسيري تعادل يعلق عليه مدرب الفريق. المقابلة كانت ممتازة من زوج فرق ما تنجمش تطلب من اللاعبين يلعبوا الماضي ساعة ونص في رمضان صايمين باش يعطيهم ردود أكثر من هكا. الشوط الاول كنا منظمين دفاعيا كنا البلوك نتاعنا قريب لبعض مع الهجمه السريعه قلقنا بها الترجي جاونا زوز ولا ثلاثه فرص اللي كنا نسجلوا. الشوط الثاني خذا الترجي بزمام الامور وفي لي مومون في لي مومون فور نتاعو سجل الحمد لله في اخر لقاء رجعنا وسجلنا هدف التعادل يظهر لي نتيجه عادله بحكم مردود الصفيره. تعرف اللي لعبنا زوز مقابلات في رمضان في الليل تعرف معناتها النسق باش تحضر لقاءات في العشرة متاع الليل تبدا في النهار راقد وتبدا فايق في الليل وفاطر معناتها العكس اليوم معناتها الحقيقة النسق باش تبدل النسق بعد 17 يوم تحضر لقاءات في العشرة متاع الليل بعد تلعب ماضي ساعة ونص كانت حاجة صعيبة وقلقت أكثر اللاعبين في النوم معناتها أكثر اللاعبين تعبوا في النوم اللي خلى ما ينجموش يكملوا اللقاء بالعكس كان أمور قرينا لها حسابها نعرفوا شكون لعب في السعودية أربع أيام التالي عطينا طونجور كل ملاعب اللي يجمي. هذا اذا عماد بن يونس في تصريحه ما بعد المقابله. سمير سليمي فريق ممتاز جدا الاتحاد المنسيري يمكن حتى افضل فريق حاليا موجود في البطوله افضل فريق في تونس فريق ريكز يعرف شنو يعمل الفكره تحدث عليها وليد كونه الاتحاد المنسيري ما عندوش الرصيد البشري الكافي في على مستوى الكم يظهر لي اعتقد انها ان اغفوار يعني البارح الاتحاد المنسيري بدا بثلاثه القدام بوزيان الشيخاوي وتراوري يبدل يدخل
مقران يدخل المحيرسي يدخل زياد العلوي موجودين على البنك. يعني وين هالفقر؟ البارح ثم بيفول كونغولي معناتها ممتاز جدا بيني. اي من الكونغو الديمقراطي بيفو ممتاز جدا تقول عنده 5 سنين يلعب في تونس. اول مباراه سينيور يلعب مع الايكيب بي عثمان وتارا على البنك. يعني على ما يبدو تستحق المراجعه على فكره انه الاتحاد السيني ما عندوش افكتيف. يمكن حتى افكتيفه خير من ترجي. لا لا مانيش موافق معك. هجوميا سمير ترجي خير برشا. هجوميا سمير والاتوال خير برشا والنادي الافريقي خير برشا من المستير. لكن المستير يحسنوا الملاعبيه نتاع يحسنوا الملاعبيه نتاع يحطوهم في ظروف بها نتاع خدمه. بربي كان تحكي لي على المهاجمين نتاع الاتحاد الرياضي المستير عامين وثلاث سنين التالي وين كانوا؟ وين كانوا؟ كانوا في الدرجه الثانيه في تونس يلعب مع القلعه ولا مع شكون مع والاخر والمحيرسي راجع والمحيرسي راجع ب 100 كيلو يضحكوا عليه العباد والعبد اللي رجعوه وقت اللي طردته لسبيرانس. يعني الناس تخدم تحط ظروف النجاح نتاع الملاعبيه. اما كي تقول لي كافكتيف لا سامحني لا. لسبيرانس حراسه المرمى زوز دوليين اقل ثم اشكال في حراسه المرمى. حراسه المرمى زوز دوليين على اليمين 3 على اليسار 2 في اللاكس 2 و2 ولا ربع يلعبوا في كيبر سنار 3 نتاع الميلو تيران غيلان الشهرين كيبر سنار برونزان كيبر سنار كوليبالي كيبر سنار يعوضهم بوغرين ويعوضهم الزدامي كيبر سنار ويعوضهم وهابي كيبر سنار باش تمشي لقدام. بن حموده كان موجود في المنتخب وراه الولاد الاخر بن عياد كيبر سنار كذلك في فتره من فترات الهوني كيبر سنار. اش تحكي على الافكتيف؟ حسن التوظيف نتكلموا، خلق الفرص نتكلموا، حسن التعامل مع المباريات نتكلموا، هذا كل نتكلموه. ولكن اذا كان الاتحاد الرياضي المنستيري عرف يخدم ويحضر بافكتيف ريدوي على الاخر هنا نقولوا الميريت للنطرون تاع المستير واداره المستير ونحملوا كل واحد نحملوا المسؤوليه نتاعو. الترجي الرياضي التونسي ونعاودها من الاول جديد. الترجي اليوم تلعب فريق وقدوة تلعب فريق ولو على اليسار على اليسار سمير عندي غياب دكدوك توا ما فهميش مع بن حميد توا مش موجود. كي نقول لك شكون يعاود الهوني مثلا في حال غياب الهوني توا مش موجود. ونعطيك حاجة سمير. أخرى مهمة كنت تقرأ حسابك صديقي. أي هذا هو أنت عندك المليار دوات وعندك الإمكانيات. المليار دوات كنت تقرأ حسابك. شرارة وينو؟ كانوا ماتش شرارة وينو وغيره وينو؟ هذا كله تقرأ حسابك. هو كي تشوف الإطار الفني على اليمين سمير أنا راني ماليش اللوم يا وليد. نعرف نعرف لا ما نتناقش معاك. هو خيارات ايه. وتقرا حساب غدوه ايش خلى الزداب مسكين صحيح. هذا باش نجيك على النقطه الفنيه هذيا مجي النقطه الفنيه هذيا مجي ثم اشكال على مستوى ولا علمي لانه حل تكتيكي ولا باش يخلي الكلوار للظهير ايمن باش يطلع هنا ثم اشكال في الترجي الرياضي التونسي كنا نحكي فيه هو الجهه اليسرى قويه والجهه اليمنى تقريبا ما فما حد شيء. الفكره كونه معتز الزدام هو اللاعب الجناح واللي يدخل للوسط والخطه التكتيكيه اللي حكي عليها نبيل معلول البارح واللي قاعد يطبق فيها الترجي في كل مباراه وحتى التوا نحب ناخذ تعليقك نتاعها تعليقك فيها الخطه هذه والفكره هذه ماشي ترى. شوف الخطه راهو الخطه حسب الظرف وحسب جاهزيه اللاعبين زاد اللي عندك وتقرا حساب الاصابات والغيابات وتقرا حساب لاعب ملي بدات السيزون لعب 35 ماتش ويلزمه ما ينجمش يكمل 8 ماتشات نتاع رمضان يكملهم زاد الكل مع بعضهم. معناها فما جيستيون تصير ساعات الجيستيون هذيك تنجح كيما ساعات ما تتعثر وهذا اللي ينجموا نلقاوه في كره القدم وارد. معناها احنا كل عام زاد رانا ولينا نعملوا في كيب للشامبيونا كيب مجدي وكيب للشامبيونز ليغ لانه ما عندناش الخيار. ما عندناش الخيار يا سمير لانه راك كان باش تشد في 11 لاعب راك باش توفى توا ثم لاعب وسط ميدان ولا يلعب في الجناح. هل معتز الزدام عنده الخصال نتاع باش يجري باش ديبوردي باش معناتها هو خصاله كلاعب بيفو هي المشكل. شوف من غير ما معناتها هي المشكل. هل انك ربما اللاعب هذاك اللي هو الميزات نتاعو والمميزات نتاعو في البلاصه هذيك كوسط ميدان تخسره في المكان اللي هو متالق فيه وتخاف انك ما تستفادش منه كي تحطه في بلاصه مش بلاصته. ما هو هذا ديليم هذا اليوم المشكل المعادله هذه فهمت مجدي كيفاش. لكن اليوم قلناها في الميركاتو هاي من بعد ما في الميركاتو انه الترجي باش تكون عنده مشكله على الجهه اليمنى في ظل
تذبذب الفورما نتاع انيس البدري واصابه شراره وعزيز عبيد اللي خذا برشا فرص في بدايه الموسم موجود على البنك سمير موجود على البنك هو رجع رشيد العرفاوي في اخر ماتش نتاعو حتى اون بوينت يا رسول الله مع المريخ السوداني في ليبيا حتى صحيح هبط قلب وجوه ولا كيما صغير كيما هكاك تحطه اون بوينت هو يلعب اذا كان يحط صدام غادي ما يحطش عبيد سمير سيكو فما اشكال سيكو مش مقتنع ولا ملاحظه نذكروا قبل ملاحظه وبسرعه نذكروا انه وقتها راه صار انتداب شراره وصار ايزون ليبيري ايوالا مشي للايح باش ياخذوا بلاصه اترونجي باش ينجم يجي وقتها شراره فهوني هذاك علاش تو جيستيون هوني زاد اروفوار يذولي من نتاع اول ما في بالك شبيه معناها فما هذا مش معناتها اي ولا راهو طياره برشا ولحظه بركة ورزمو مش مخذيو السوله راهو كانوا ماشيين في السوله راهو كان ثم الكوارث النقطه الاساسيه كي ما ماركيش المهاجم ويحصلوا لك الهوني شكون اللي يعمل اختار مال ميليو تيران ولا بالاريتي نتاع برمضان هكا ولا ابار برمضان اللي حاول يدخل اعطيني ميليو تيران نتاع الاسبيرونس يدخل 18 هنايا دونك يسال صابر بوغرين بوغرين والشعلاني وبالرمضان وكل شعلاني مضروب ليه معناه نحكي لك حتى كي كان لا زاد يلزمو يسال بوغرين لانه لابور نتاعو متوسط سامحني امان غيلان 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 كي كان موجود يدخل 18 ما يدخلش ليه سدد وعنده تمريرات يدخل 18 ولا يدخل يدخل في الماتشات اللي شفتهم انا لا سمير فهمني ابار بالرمضان بلوز وموا ابار بالرمضان بلوز وموا الباقي الوهابي الزايد الصغير ما يدخلش 18 مش كيف كيف الحلول. سمير انت تعرف بالرمضان وغيلان مش كيف كيف جمله مش نفس اللعب نتاعهم جمله انا متفق معاك كي تجي توصيات من عند المدرب ادخل 18 ادخل 18 شنو ناقصك انت ادخل 18 هاني نشوفوا فيها من في 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 الفرق الكبيره الكل تي ديفونس غيلان كان يصوب من حتى تصويب عند بعض مش بارك الله فيه التصويب بارك الله فيه في التصويب وفي تكسير الليني اللي هو يحكي على المنطقه على نقطه معينه شنو شو تحب تحبوا يكسر ويعطي ويعطي البسيط هاي هذيكم ما عادش عندنا وقت على تليفون مش يلعب في الريال لا لا قل لي ينجم ولا ما ينجم ولا فالفيردي ينجم ينجم لي كاليتي نتاعو تسمح له لانه لاعب فنيات عنده ممتازه الحقيقه نحاولوا نقدموا في الديبا نتاعنا نخرجوا فاصل ثم باش نرجعوا نحكيوا على الحكم زيدا ثم زوز حالات مشكوك في امرها لمسه يد الاتحاد المناصري لمسه يد الترجي الرياضي التونسي لمريح ولي عمر العمراني فاصل ثم نعود اي اف ام سبور بلس المزروق على اي اف ام احلى راديو اهلا وسهلا مرحبا من جديد الحكم المصري محمد معروف موضوعنا في تاكوتك تاكوتاك محمد معروف هل أحسن إدارة مقابلة الترجي والاتحاد المنسيرين نعم أم لا الإجابة كالعادة في 40 ثانية لهذا السؤال وليد قرفال هل أحسن الإجابة وإلا لا والمواجهة المباشرة مع سمير السليمي ثم ناخذ معنا وحيد صالح اسم الحكمة يا غالي 3-2-1 تبكرونه وليد الحقيقة أنا شنو انبهرت بالمردود نتاعو الحقيقة تأكيد على المقابلة تاع اللي شدها في بداية الموسم في جونفي معناتها تاع الترجي الرياضي والنجم الساحلي في زوسة حكم ممتاز جدا حكم قريب من كل اللقطات ما أثرش على النتيجة بأي حال من الأحوال والدليل على نجاحه أنه باش يكون هو حكم الدور النصف النهائي تاع لقاء النادي الإفريقي والأولمبي البيجي دونك إذا كان ما نجحش ما نتصورش الجامعة التونسية لكرة القدم اللي باش تعين زوز حكام أجانب للقاء الإفريقي والأولمبي البيجي والترجي والملعب التونسي إذا كان ما نجحش ما يعاودولوش أي باش يكون هو نورمالمون موجود بل بجمع يحطوه لا عاد بعد غدوة المقابلة بعد غدوة المقابلة دونك نجح وبامتياز نعتبر نجح وأكيد أنه مازال باش يرجع هو جاي الواجد المصروف والطيارات لا 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 ما عادش عندنا وقت يهديكم غير درج ما عادش عندنا وقت بالكل هو السكيسيور انه حكم معروف قعد في تونس حسب الاخبار انه سيدير مقابله النادي الافريقي والاولمبي بيجي مازالت ما صارتش ديزينياسيون ديزينياسيون من عند وليد قرفيل ذوما تسريبات وليد نستناو التعيينات الرسميه خاطر الباج تاع ديريكسيون دربيتراج ما فما حتى شيء راي سمير جاتو في التليفون وليد 3-2-1 توب كرونو سمير يلا لا احسن اداره الماتش وعملش اخطاء كبيره صراحه حاجه بركه كي يمشي للفار يا اخي وماكش موافق على البيلانتي تعمل هكا بيديك ليه ما تعملش هكا أيوة. اذا كان تعمل بيديك هكا يا سيكو بيلانتي
هو يعمل هكا يحط على الفوت فهمت هذيك الغلطه وغلطه كبيره ياسر راي غلطه كبيره تأجج الاجواء اخويا غلطه كبيره اما بارسا معناها مدرب والعلاقه باللاعبيه باهي ديما يضحك وبشوش وتدخلاته باهي يخلي اللعب يخلي اللعب انا مردود والحق باهي الحق ماهوش باهي سمير يعتبر انه حكم زاد مردودو كان موافق في هذه المقابله ونتوضا ناخذ معنا الحكم الليبي محمد وحيد صالح ناخذ رايك زاد انت ماجي في 10 في 15 ثانيه هم 40 وانا 15 باهي جاب ربي صوت الحكمه والله عنده حق سمير شمن حكمه ما نخليها ديما عند سمير الحكمه ما عادش تعطيها لي لا الحكم نمشي مع وليد وسمير في جست بالحق انا فاصل واحد خسبت عمال البلانتي فاصل مرتين عوده مو مرتين عوده سيبري نورمالمون فما هذيك باش يلغي كسوا كرتون ولا بلانتي مش موجوده اي حاجه يلغيها باش حتى الناس تفهم اللي هي مش موجوده دونك سينو معناها من احسن الحكام الموجودين الحقيقه نعرف معناها الحكم هذا موجود وربما كما قال وليدي باش يظفر المباريات الجايه بتاع مش لربما قالك وليد صحيح قولي قول حاجه وليد راهي سير صحيح اي دونك اختيار صعب نصور انا معناها باهي واضح جدا ما نجمش تحصلوا على الحكم وحيد صالح ثم اشكال على مستوى الاتصالات هل احسن الحكم نتائج تصويت الجمهور 52% يقولوا نعم 48% يقولوا لا نتائج متباينه مازالوا 3 دقائق في الحصة متاعنا شنو عندك مضيف مجدي وسمير في الجوانب الفنية لأنه ما تحسنش على الحكم وحيد صالح في الجوانب الفنية دونك تحدثنا على الاتحاد المنسيري على حالات سيبوا معنا الوحيد يقولوا لي معنا موجود معنا في المباشر مساء الخير مرحبا أهلا وسهلا السلام عليكم مساء الخير أيمن أهلا وسهلا مساء الخير كابتن نعتذر منك لأنه من قبل نحاول نتصل وما تعديش الرقم فمازال في حصتنا دقيقتين ونصف هل أنت قادر على تحليل الحالات التحكيمية الزوز في دقيقتين ونصف يا كابتن نعمل عليك إن شاء الله بإذن الله بس بالمختصر مفيد أول حاجة نحييك ونحيي الزملاء في الاستوديو سمير ووليد ومجدي حقيقة المباراة طبعا فيها زوز لقطات محمد معروف أدار المباراة بصفة عامة يعني كان رائع كنت أتابع حتى في مداخلات الزملاء ولكن أنا أعترض عندي وجهة نظر طبعا شخصية حسب خبرتي المتواضعة هناك لمسة اليد الأولى اللي هي اللي كانت ضد مدافع الترجي طبعا كانت مترد هناك لمس في الرأس وبعدين في اليد طبعا هذه تعتبر كرة مترددة لا توجد ضربة جزاء أما في الجزئية الأخرى اللي هي مطالبة الترجي بضربة جزاء هناك اليد مفتوحة ما تقوليش ولا توجد حاجة غير متعمدة هناك يد مفتوحة وغيرت اتجاه الكرة ضربة الجزاء موجودة بدليل بالنسبة لتقنية الفار استدعت الحاكم على هناك لمسة يد وضع اليد غير طبيعي وخاصة الكرة جاية بأريحية فاللاعب اليد بتاعه مفتوحة ولمسة يد واضحة وصريحة لا تحتاج أي اجتهاد الفار طلب الحاكم أنه هو يشاهد اللقطة كان حاكم الفار مقتنع هي ضربة جزاء الحاكم طبعا يتحمل مسؤوليته في عدم اقتناعه بأنها هي تكون ضربة جزاء الحاكم لما الحاكم يمشي لتقنية الفار ويشوف اللقطة إذا كان هو مهوش مقتنع هو الفيفا يقول لك يتحمل مسؤوليته بس اللقطة بالنسبة لوجهة النظر الشخصية ضربة جزاء هذه بالنسبة للحاكم محمد معروف مجدي هذا بالنسبة تحكيميا هذا النقطين بالله ما سمحني أيمن في أقل من 20 ثانية عندي مداخلة خارج نطاق التحكيم بالله أنا نتقدم يعني أول حاجة نهم المنتخب التونسي على ترشح للبطولة أفريقيا ونعتذر اعتذار رسمي والعديد من الصحافة والعديد من الزملاء الذي حدث في ملعب بنغازي لا يمثل الشعب الله يعطيك صحة بارك الله فيك بل يمثل فئة بسيطة لا احنا أخوة وفرحانين بمنتخب تونس ترشح أخطاء المنتخب الليبي لا يتحملها المنتخب بعض الجماهير وفئة قليلة يعطيك صح تمثل نفسها ولا تمثل الشعب الليبي هذا قوس حقيقة أنه هو واحنا دائما نقولوا خيان وكل سنة وانتم طيبين يعطيك صح يا كابتن وحيد صالح شكرا على المداخلة وعلى الاختصار والمفيد والمعلومات الفنية والتحكيمية وحيد صالح خبيرنا التحكيمي اللي تلقاوه معنا طيلة مباريات البلاي اوف في صورة وجود حالات تحكيمية يعطيك صحة وليد مجدي وسمير السليمي كانت حصة سريعة جدا مزروب عنده تليفون جديد شكرا على المتابعة غدوة نلتقي في نفس التوقيت شيء طيب بعد شوية يجيكم محمد الخميسي في الدوام.